퀴즈 퀴즈리. 굿데이 마이 프렌즈. How are you today? 잠깐 أنا Miss Grace. My name is Grace. I am your English teacher. مين ذكرني؟ درسنا مع بعض بالسيزن 2 وهلأ بدنا نبلش سيزن 3. سيزن 3 من مدرستي. Are you excited؟ أنا كتير متحمسة. بهيدا السيزن بدنا نتعلم مع بعض أغاني جديدة. بدنا نتعلم كمان قصص جديدة ورح نتعلم كيف نقرأ بطريقة أسرع. وكمان بدنا نتعلم vocabulary يعني معاني جديدة. رح نتطور أكتر نطور لغتنا ورح ننبسط مع بعض في games في songs. Are you ready؟ هل أنتوا جاهزين؟ شو رأيكم نبلش أول حلقة بسيزن 3 بأغنية كتير حلوة اسمها I Will Learn. خلينا نسمعها وبرجع لكم. I will learn, I will learn, I will learn, I will learn, and that will be my only concern. I will work hard in my school. I can be like Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. I will learn, I will learn, I will learn, I will learn, and that will be my only concern. I will work hard in my school. I can be like Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. Am that so cool? هلا أصدقائي، شو رأيكم نعمل مع بعض مراجعة للأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية؟ جاهزين؟ خلينا نشوف مع بعض الأحرف الأبجدية. تتذكروا نحن عنا أول حرف ببلش The letter A. أول letter فإذن هو A. شو بلفظه؟ A مثل play. I play أنا بلعب. ممكن ألفظه A مثل apple تفاحة. فإذن خلينا نقولهم مع بعض ورا بعض، وبدي إياكم تقولون على صوت عالي معي بالبيت. نحنا منعرفهم، تعلمناهم قبل، خلينا نرجع نعيدهم. منبلش A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. فإذن A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. ذكرتون؟ سمعنا عنهم أغاني كتير قبل. هلأ خلينا نرجع نتذكر مع بعض كيف منلفظهم. A B S أو K D E F The letter F G ال H أوقات بتكون ما منسمع أبداً لفظة لإلها بالكلمة، وممكن نلفظها H. عندي E أو I تنلفظ E تنلفظ I. ج ك ل م
monkey قرد ن nose الأنف o p k r s t مثل table طاولة u شو بلفظها أوقات a مثل umbrella شمسية عندي v v مثل vase مزهرية و الاكس بلفظها كس كس مثل بوكس بوكس بالاخير كس اكس عندي ي مثل بلاي مثل يلو اللون الاصفر واخر شي عندي ز شو اللي بيعمل ز بي ز مثل the letter z. من بعد ما عملنا مراجعة على الأحرف هلأ إجا الوقت تنبلش نقرأ مع بعض. هيدي السنة بدنا نقرأ بطريقة أسرع وبطريقة أفضل. جاهزين؟ أنا هلأ عندي تكست، عندي نص صغير، وهيدا النص رح أعمل أنا سيركل دائرة على بعض الكلمات. أول شغلة رح نعملها لحتى تساعدنا كيف نقرأ النص، هودي الكلمات اللي بعمل عليهم سيركل رح نتهجيهم بالأول، بس نصير نعرفهم منيح نرجع منبلش من الأول للآخر. جاهزين؟ طلعوا منيح أي كلمات رح أعمل عليهم سيركل. جربوا أصدقائي تبلشوا تتهجون. إذن عم بعمل سيركل على الكلمات يلي بالأول بدنا نجرب نتهجيهم مع بعض. خلينا نبلش بهودي. قبل هيدا النص رح يعرفنا على بات. بات هو صديقنا الجديد، وبات عنده عيلة. He has a family. Family يعني عيلة. تعالوا نتذكر مع بعض العائلة من شو بتتألف. عنا الأب father، عنا الأم mother. إذا أنا عندي أخت شو بقلها؟ my sister. وإذا عندي أخ بقله my brother. وإذا عندي ولاد عمي شو بقلهم؟ أولاد العام بقلهم cousins my cousins. إذا عندي عمي بقله uncle، وعمتي بقلها aunt. هودي رح يمرقوا معنا هلأ بالنص، كرمال هيك عملنا له مراجعة. خلينا نبلش مع بعض. أول شي نتطلع بأول كلمة بدي بلش فيها، عندي the letter N. فإذن the letter N بلفظه نه، بعدين A ني، وعندي م نيم. فإذن نيم. عندي هون the silent E ما بلفظها، فإذا نه و A نيم نيم. شو يعني نيم؟ اسم. excellent. نيم يعني اسم. خلينا نكمل. عندي هون ب the letter P بلفظه ب. بيرجع عندي A. تتذكروا نحن قلنا إنه the letter A ممكن تلفظ بطريقتين. أول طريقة هون نيم لفظتها A، بينما هون رح نلفظها آ. آ مثل أبل. فإذا به آ بات بات نيم، وهيدي عندي إياها بات. خلينا نكمل. هون عندي the letter Y شو بلفظها؟ ي ي. من بعد عندي إي بتصير يه، وإي بتصير يي. بس انتبهوا أصدقائي، لما يكون عندي أي من بعد الإي أوقات ما بلفظها، أوقات الأي ما بلفظها لأنه هون في قبل إي، فبدنا نحسب كأنه الأي مش موجودة. بتصير يي
ر years years year يعني سنة years سنوات يعني هي الجمع the plural فإذا name بقى بات years منكمل عندي س ك school هون ال H ما لفظتها تتذكروا قلنا أوقات ال H ما بتلفظ فإذا عندي سك و دبل او يعني اثنين او حد بعض بتصير او عملوها معي لما يكون عندي دبل او بقول او فاذا سكول سكول عندي اله بالاخر سكول سكول الكلمه اللي بعدها ج ج مثل جريس انا اسمي ببلش بالج جر و A gray إذا كملت وقلت grace بالأول عندي grace كمل grace بس هون ما عندي بالآخر س شو عندي great the letter D عندي هون the letter D وبالآخر عندي the silent E يلي ما بلفظها فإذا great great فإذاً the letter A هون شو لفظتها؟ A أو A؟ A grade منكمل عندي the letter L هون L E live 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 I live يعني أنا أعيش كمان the silent E ما بلفظها فإذاً هون عندي silent E ما لفظتها بname عندي كمان silent E ما لفظتها وبgrade كمان عندي silent E ما لفظتها موجودة بس ما بلفظها بآخر الكلمة فإذا عندي live live I live يعني أنا أعيش you live أنت تعيش أخذناهن قبل تذكرتوا خلينا نكمل هلأ منكمل على الكلمة اللي بعدها عندي ف طيب هلأ أنا رح أعلمكم طريقة كمان بتساعدكم بالقراءة أول كلمة ببلش بف ورح أعطيكم أنا علامة تانية لتحذروا شو الكلمة بتبلش بف وبتعني أب حدا بالعيلة اسمه أب بس بالإنجليش مين هو؟ أخذني قبل father excellent فإذا أنا شفت ف فا ذ دغري بحذر father فإذا father طيب منكمل كمان الأم شو منقلها؟ بتبلش بالم mother father mother الأم منكمل كمان كمان بعائلتنا الأخ شو منقله؟ ب برا brother excellent كفوها أنتوا لأنه نحن أخذناها قبل بر brother فإذا ف father م mother بر brother منكمل كمان عندي تحت مين بيتذكر هيدي الكلمة؟ أخذناها من قبل verb to have أخذناها I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have فإذا verb to have أول ما تشوفوها هيدي من الكلمات يلي قطعوا معنا قبل لازم دغري تعرفوها have وإذا بدي اتهجيها فيي كمان ه أ ها ز هاف بالآخر عندي the silent E يلي ما بلفظها فإذا هاف هون عندي كمان أخت كلمة بستخدمها بالعائلة شو بقلها بتبلش بالس سيس sisters sisters يلي هن الأخوات sister وعندي بالآخر س يعني plural الجمع بتصير sisters فإذا خلينا نشوف الكلمات اللي صرنا قارينهم لحديت هلأ عندي name عندي بهآ بات عندي years years عندي سك school school عندي gr grade grade عندي لي ليف ف فاذر م ماذر
father, mother, brother. هون عندي الverb to have وعندي هون sisters أصدقائي. لحتى أنا أتهجى وأقرأ النص استخدمت أنا كذا شغلة. أول شغلة استخدمتها هي إنه كل كلمة بشوفها وأنا بعرفها من قبل بتذكرها، مثل verb to have، شفتها عرفتها دغري بتهجيها have. طريقة تانية هي إنه قسمت الكلمات، مثل إذا عندي father بالصورة عندي father قسمتها قسمين حتى أقدر أتهجيها بشكل أفضل، فهقى father. وآخر طريقة أكيد بتهجى كل حرف بحرفه. خلينا نكمل، رح أعمل سيركل على كم كلمة زيادة مع بعض نعملهم. خلينا نبلش. عندي مين تهجيها؟ بر براذر براذر. هون عندي س ا the letter a ا سام سام. هون عندي او اول در اول د ر اول در. فيها اقسام اقسمين اول در د ر اول در. هون سام خليتها قسم واحد لانها كلمه صغيره سام. هون عندي تن الرقم 10 أكيد بتعرفوها تن تن. وآخر شيء عندي هون س أو سكر 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 يلي هي لعبة يلي منلعبها مع الطابة، عرفتوها؟ كرة القدم سكر سكر. خلينا هلا نقرا النص على السريع من بعد ما قسمنا له كلمات وقرينا الكلمات الكبار فيه. My name is Pat. انا اسمي Pat. I am 6 years old. يعني انا عمري 6 سنين. I go to school. انا بروح على المدرسة. And I am in grade 2. وأنا بالصف الثاني. I live with، تذكروا TH ملفظة the، with my father, mother and brother. يعني أنا بعيش مع بيي، مع أمي ومع خيي. I do not have any sisters. أنا ما عندي ولا أخت. I do not have any sisters. My brother's name is Sam. شو اسم خيي؟ Sam. Sam is older than I am. Sam أكبر مني. He is 10 years old. قديش عمره؟ 10. 10. He plays soccer. هو بيلعب كرة القدم. فإذن أصدقائي بلشنا شوي شوي نتعرف على صديقنا بات. بات عنده باي father، عنده أم mother، عنده أخ brother. عنده شي أخوات؟ No. ما عنده أخوات. He does not have any sisters. حابين تتعرفوا بعض أكثر على بات؟ شو رأيكم نحضر مع بعض فيديو بفرجينا بات وعائلته؟ Are you ready? Let's watch the video. My name is Pat. I am 6 years old. I go to school. And
I am in grade 2. I live with my father, mother, and brother. I do not have any sisters. My brother's name is Sam. Sam is older than I am. He is 10 years old. He plays soccer. Our home is near school. My brother and I walk to school. My mother and father work together. They have a bakery. They bake and sell different kinds of bread. I have two cousins, Jack and Jill. They are older than I am. They both go to school. My uncle is a bus driver. He drives our school bus. My aunt is a nurse. She works in a hospital. My grandmother and grandfather live in the village. They are my father's parents. They have a farm. My family and I spend time together. We help each other. We also have fun together. حبيتوا الفيديو؟ تعرفنا أكثر على عائلة بات. His father, his mother, his brother. شو اسمه خيو؟ هلأ عنا أسئلة عن عائلته وبدنا نحلهم مع بعض. خلينا نشوف شو مكتوب على اللوح. Circle the correct answer. يعني بدنا نعمل circle على جواب صحيح. أول سؤال: Who drives a bus؟ مين بيقود الباص؟ من يقود الباص؟ باص المدرسة. Pat's mother, أمه لبات. Pat's father or Pat's uncle. ركزتوا بالفيديو؟ مش أمه ولا بيو. مين؟ His uncle. فإذن بعمل circle على number 3. Pat's uncle. Pat's uncle drives the school bus. السؤال الثاني: Is Jill younger than Pat? هل جيل أصغر من بات؟ جيل مين بيكون؟ His cousin. Is he younger or older? He is older. هو أكبر منه. فإذا Is Jill younger than Pat? No. ثالث سؤال: Who are Jack and Jill? مين هن Jack and Jill؟ Pat's friends, أصدقاء لبات, or Pat's cousins, ولاد عمه. They are Pat's cousins. Very good. أصدقائي, أنا مبسوطة منكم إنكم ركزتوا على الفيديو لحتى عرفنا جوابنا الأسئلة. هلأ بدنا نتذكر مع بعض إشي أخذناها من السيزن القديم وبدنا نتعلم كلمات جديدة بالسيزن الجديد. كلماتنا اليوم بتدل على المشاعر. يعني إذا أنا سعيدة شو بقول؟ I am happy. إذا أنا مش سعيدة أنا حزينة شو بقول؟ I am
sad. ركزوا معي على الشاشة حتى نبلش بأول صورة. عندي angry. angry يعني غاضب. أنا لما أكون غاضبة شو بقول؟ I am angry يعني أنا غاضبة. الصورة اللي حدا I am bored يعني أنا ضجر، أنا زهقانة. قول I am bored. فإذا شو يعني غاضب angry، وشو يعني ضجر bored؟ منكمل تاني صورة. عندي هادئ. هادئ يعني رايق. شو بقول؟ calm. calm يعني هادئ. لحدا إذا أنا محتارة بقول I am confused يعني أنا محتارة. بينما إذا أنا رايقة هادئة بقول I am calm. إذا أنا محتارة بقول I am confused. منكمل آخر صورة لليوم. أنا محرج. محرج طلعوا بشكله هيدا الصبي محرج. I am embarrassed يعني أنا محرج. حتى أنا متجهم مش مبسوط يعني بقول I am grumpy مش مبسوط. فإذا خلينا نتذكرهم مع بعض ثلاث صور. أول شي عندي angry غاضب، بعدين عندي ضجر bored، عندي calm هادئ، عندي confused محتار، embarrassed يعني محرج، grumpy يعني متجهم. ما تنسون أصدقائي، وقبل ما نختم بدي أذكركم تابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/madrasati7kids. تابعونا وأنا هلأ بدي ودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. School bus. Hospital. Bread. Bakery. Bus driver. Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. I will learn, I will learn, I will learn, I will learn. And that will be my only concern. I will work hard in my school. I can be like Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. Am that so cool?